السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع ديال اسباب موت الاجنة في الارانب. اول عنصر وهو العوامل الوراثية تدخل ضمن اسباب موت الارانب بعد الولادة الناتجة عن تربية الارانب الاقارب، يعني ما خصناش نزوجوا الاقارب الخوت. وسمو كينتج على هذا الشيء، كينتج عليه موت الأجنة. ثاني حاجة وهي هناك أسباب مرضية تؤدي إلى موت الأرانب في المرحلة الجنينية، منها إصابة الأرنبة الأم بالتهاب على مستوى الرحم. ثالث حاجة وهو التسمم الدموي للأرانب بسبب عدم الاهتمام بالتهوية الجيدة. كما كتشوفوا انا راه هنايا راني ندير واحد التهوية، يعني مخليهم منهم السطح، يعني باش يتهواو مزيان بواحد الطريقة، يعني ماشي غير كوروندير ولكن يعني تهوية جيدة 100%. رابع حاجة وهي عدم وصول التغذية الكافية إلى الأجنة بسبب عدم تغذية الأمهات بشكل سليم أو عدم وجود كميات كافية من العلف، مما يسبب تعرض الأرانب الأمهات للجوع لساعات طويلة. يعني كيوليو بحال اللي نقولوا كياكلوا من كيتغداو ذاتيا، يعني داك التغذية ملي ما كتكفيهمش الجسم ديالهم باش يقدروا انهم يغذيو هذوك الاجنه اللي في وسط البطن، سمو كيولي الى تغداو الاجنه، يعني هما ما لقاوش ما ياكلوا، يعني هما يعني كجسم ديال الام ما لقاتش باش تغذي راسها، كتولي كتغدى على الارانب الصغار اللي في البطن ديالها. كاينه قضيه اخرى وهي نقص نسبة فيتامين تهو كيسبب الإجهاض وموت الأجنة بسبب، وكيسبب كذلك تشوهات في حجم الرأس، يعني الرأس ديالهم إلا مشيتو حتى ما عطيتوش الأمهات واحد الفيتامينات، يعني تقولوا لا غادي نعيشوهم غير هكاك، يعني ملي تشوفوا الحمل حاولوا أنكم تعطيو الأم واحد 3 أيام ولا 4 أيام ديال الفيتامينات. سبق لي انني هضرت عليه في واحد الحلقه، كتكون ماشي فيتامين واحد ولكن هما مجموعه من الفيتامينات مخلطين في واحد الخنيشه سميتها اونتي بيوفيت، ها معروفه كدير 25 درهم، هذيك في الحقيقه صالحه للارانب 100%. كاين عاوتاني موضوع اخر اللي كيسبب موت الاجنه وهو الادويه لها تاثير سلبي احيانا على الاجنه، يعني كاين واحد النوع من الادويه ما خاصش يتعطى الاجنه، يعني ما يتعطاش للامهات، يعني قبل ما نشريو الدواء بحال التسمم الدموي خصنا او التسمم معوي وبغينا نديرو واحد لونتيبيوتي خصنا تنسولو البيطري او الفارماسيان البيطري، نسولوه واش هاد الدواء صالح الامهات اللي حوامل عشر ولا لا، ماشي غير نجيو نعطيهم الدواء. كذلك كاين الازعاج، وهذه النقطه مهمه بزاف. الازعاج اللي كيتعرضوا ليه الامهات مثل دخول اشخاص غرباء الى المكان، او الازعاج بسبب الكلاب، يعني حاشاكم ملي كيكونوا كينبحوا هذاك الصوت كيزعجهم، وكذلك القطط والفئران. الفئران الا كانوا عندكم في يعني في الكاش ديالكم كونوا متاكدين ان الارانب راه ما كيبقاوش يولدوا لانهم كيخافوا من الفئران، كيخافوا منهم بزاف، وكذلك القطط حتى هما كيضايقوهم. وكاين موضوع اخر وهو عاوتاني الاولاد الصغار، يعني الاولاد الصغار كيكونوا كيفرحوا بهذيك القناين، كيبقاو الارانب كيعجبوا المنظر ديالهم، كيبقاو يلعبوا معاهم، يشدوا واحد العصيه يبقاو يضربوهم، يبقاو يضايقوهم منا ومنا. كذلك الارانب كيسخطوا الاجنه ديالهم يعني قبل ما يتولدوا. كاين موضوع اخر كاين هو عدم قدره
الأرانب على الحفاظ على درجة الحرارة ديال الجسم ديالهم خلال فترة الحمل، خاصة في فصل الشتاء. يعني ماشي تكون الحرارة يعني باردة، كاين واحد الجو بارد بزاف وتقول له بلي معليش، لا راه داكشي كيتحجر في وسط الكرش أو البطن ديال الأم. يعني لا بالنسبة للبرودة ولا بالنسبة للحرارة الزائدة فوق الحد، وخصوصا فصل الشتاء كيكون البرد قارس بزاف، حاولوا انكم تغطيو هذاك القفص بواحد الكاشه ولا كرتون مثلا، تغطيو هذاك القفص، ما تخليوش البرد كيدخل واحد التيارات بارده للغايه وتقولوا باللي راه هذاك الشيء غادي يكون نورمال. ما غاديش يكون نورمال، لان الاجنه غادي تموت في وسط البطن ديال الام. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، كنظن ان حلقه مفيده، حاولت انني نجمع لكم هذه العناصر ديال اسباب موت الاجنه في الارانب، يعني في الامهات ديال الارانب. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم بزاف. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه ان شاء الله غاديه بالدعم ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.